هاربون، صاروخ تكتيكي غير نووي مضاد للسفن والقطع العسكرية البحرية المتقدمة والحديثة، ويعد من بين أفضل الصواريخ المضادة للسفن العسكرية في العالم، ويمكنه إغراق أي هدف بحري مهما كانت قوته من مدى يصل إلى 240 كيلومتر. ويستخدم نظام توجيه متميز يمكنه من تتبع الهدف حتى عندما يتم قطع التوجيه الخارجي للصاروخ، ذلك أنه يعتمد على مبدأ الملاحة بالقصور الذاتي، ويعتمد على نظام التموضع العالمي GPS مع ذكاء اصطناعي مخصص للطيران والبيانات العملياتية. يمكن إطلاق الهاربون من ثلاث منصات مختلفة هي الفرقاطات والغواصات، وأما النسخة الحديثة والتي حصلت عليها القوات المسلحة الملكية فهي تمكن من إطلاق الهاربون من الجو عن طريق مقاتلات F-16 في مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا، وتسمى هذه النسخة بالASGM-84 Block 2. لدى صاروخ الهاربون أربع أجنحة متصلبة من أجل تحقيق تحكم جيد ودقة خطيرة في إصابة الهدف، كما يمكنه التحليق على ارتفاعات منخفضة بصورة تجعل اكتشافه من طرف العدو في غاية الصعوبة،